الآن نتحدث مع السيد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة. يعني أستاذ إياد يعطيكم ألف عافية. لو حدثتنا عن إحصائية الضحايا وسبب هذا الأمر. عدد الضحايا 21 نتيجة هذا الحادث المأساوي والأليم الذي وقع مساء اليوم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة نتيجة حريق شبة في أحد المنازل السكنية. قوات الدفاع المدني والشرطة بذلت جهود كبيرة للسيطرة على هذا الحريق ومنع تمدده إلى منازل سكنية أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر في هذه المنطقة المكتظة بالسكان. هناك ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب هذا الحريق، لكن من التحقيقات الأولية تبين لدينا وجود مادة البنزين في داخل هذا المنزل. ما زالت هناك تحقيقات مستمرة. اليوم نحن نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا الذين سقطوا ضحية هذا الحادث الأليم، ووزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق مختصة للوقوف على كافة الأسباب والملابسات ومعرفة السبب الرئيسي الذي أدى لوقوع هذا الحريق. لا زالت الطواقم تعمل في مكان الحادث. ولكن يعني أستاذ إياد نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصارا على قطاع غزة، فبالتالي هناك العديد من المستلزمات الخاصة بكم كوزارة داخلية كأجهزة أو جهاز الدفاع المدني هو يحتاج إلى العديد من المستلزمات. إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن هذا النقص كان سببا أيضا في أن يخلص من أعداد الضحايا والوصول إليهم بشكل أسرع وبطرق آمن؟ كما هو معلوم بأن الحصار الإسرائيلي الممتد لأكثر من 15 عام على قطاع غزة ومنع وصول كافة معدات الإنقاذ والإطفاء ومعدات السلامة لجهاز الدفاع المدني طيلة هذه الأعوام، بالتأكيد بأن هذا يؤثر على طبيعة عمل الجهاز، لكن نحن دائما نبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في ظل هذا الحصار الإسرائيلي المفروض الذي يطال كل مناحي الحياة هنا في قطاع غزة ويؤثر بالتأكيد على قدرة جهاز الدفاع المدني للتعامل مع الأحداث الكبيرة في ظل نقص المعدات الخاصة وعدم تجديد هذه المعدات المهترئة منذ يعني سنة لأكثر من 20 عام. هناك معدات لدى جهاز الدفاع المدني لم يتم تجديد على الإطلاق ولم يتم إمداده بمعدات جديدة بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي لإدخال هذه المعدات إلى قطاع غزة، بالتأكيد بأن ذلك يؤثر. والاحتلال الإسرائيلي دائما هو يتحمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة المسؤولية عن المصائب التي تقع هنا في داخل قطاع غزة. ختاما يعني تحدثتم عن عدد الضحايا هو 21، هل هناك حديث عن عدد الكبار، عدد الأطفال، عدد النساء جراء هذه الحصيلة؟ هناك بالتأكيد أن هذه الحصيلة هي تشمل الأطفال وتشمل النساء وتشمل رجال بأعداد مختلفة، وإن شاء الله سنصدر تفاصيل في وقت لاحق. شكرا لك الأستاذ إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة.